كما قلنا الفاشل الانسان اللي دائما فاشل في الحياه ديالو، وحنا في الجلسه ديال التنويم المغناطيسي كيمكننا نخليه لواحد الدرجه تايق في راسو باش ما يبقاش عنده داك الفاشل، واي حاجه كيبغي يوصلها كيوصلها. مساله واحده اخرى ديال الذكاء، الانسان اللي كيكون مذكيش كيكون الحفاظه ما يحفظش مزيان، اي الذكاء عنده قليل بزاف. اي حنا في الجلسه ديال التنويم المغناطيسي كيمكننا نخليه يولي ذكي لواحد الدرجه كبيره، يولي يحفظ بواحد السرعه، اي حاجه عندها علاقه بالذكاء كيولي الانسان ذكي بواحد الدرجه ديال 90% تقريبا. الاحلام اليقظه كذلك، الانسان كما قلنا من قبل يمكننا في التنويم المغناطيسي نخليه يعيش الاحلام اليقظه، يعيش واحد الحلم هو عارف راسو انه كيحلم، ونخليه يحلم داكشي اللي بغى. اي حاجه بغيت تصورها يتصورها، كنعطيه واحد النسبه تقريبا ديال 30 مينيت او لا 20 مينيت، المهم في ديك اللحظه المهم كيولي اي حاجه كيبغي يبدا حب الخيال ديالو او شي حاجه كيولي كيوصلها. هذه في الاحلام اليقظه، اي حاجه بغى يشوفها او لا بغى يعيشها كيعيشها بواحد الشكل كانه راه واقع، وكنخلي له الابداع. وكذلك يمكن لي انا عاوتاني نزيد عاوتاني افكار عاوتاني باش كيعيش داك الشيء باحلى اللحظات. في العلاج كنت كنديروا كذلك علاج ديال التدخين، كيمكن لي نعالج علاج ديال التدخين. التدخين ما كيبقاش انسان يحمل الكارو السميه ديال الكارو، علاج ديال التدخين. وكذلك المخدرات، اي حاجه كتعلق بالمخدرات، واخا الانسان يكون عنده 40 سنه ديال التدخين، في جلسه ديال التنويم المغناطيسي كنديروا 4 ديال الحصص، ما كيبقاش الانسان كيضر بداك التدخين، يعني من البدايه ما كيبقاش يحملو اصلا. هذه في الجلسه ديالي. نسيان الماضي، الانسان بزاف الناس كيبغيو ينساو الماضي ديالهم ما كيقدروش ينساوه، ولكن في الجلسه ديالي ديال التنويم المغناطيسي الانسان كيمكن له ينسى الماضي ديالو، ماشي الماضي كامل، لكن كيعطينا هو شنو خصو ينسى شنو خصو ينسى. ملي كتدخل في الجلسه ديال التنويم كاين منهم اللي ما كيبقاش عاقل كاع عليهم، في خاطر واحد كيقول لك ما كاينش هذاك الشيء، وكاين منهم اللي كيبقى عاقل عليهم لكن ما كيبقاش عطيه اهميه. علاج نسيان الانسان اللي كينسى عاوتاني بزاف، كيمكن نخليه ما ينساش، يولي دائما كيتذكر. الوحده، الانسان اللي كيكون دائما كيعتزل بوحديته، دائما مخبى بوحديته وما يتواصلش مع الناس، ما يتواصلش مع المجتمع، دائما كيحب الاعتزال، كندخلوه في جلسه ديال التنويم المغناطيسي باش ملي كيرجع للوعي ديالو كيولي كيبغي يجتمع الانسان، كيبغي يستافد، كيبغي يتواصل الى اخره. العلاج ديال الوحده، الانسان اللي عنده الملل، عنده الملل بزاف من اي حاجه، هذه من المساله اللي كتحيد. المهم كيولي الانسان دائما كيبغي بزاف ديال الحوايج. علاج السكر، الانسان اللي كيكون مريض بالسكر، اي كيكون واحد النجاح تقريبا في التنويم المغناطيسي ديال 60%. الثقه في النفس، الانسان اللي ما كيتيقوش في نفسه، اللي ما عندهمش الثقه لواحد الدرجه كبيره، كنخليه انه يولي يثق في نفسه لواحد الدرجه اللي ما كانش كيتوقعها في الاول، كيولي دائما تيق في راسه، دائما كيعتبر راسه هو الاجمل. التوتر، الانسان اللي كيكون التوتر عنده ما كيبقاش فيه التوتر في جلسه ديال التنويم المغناطيسي، كيولي دائما ناشط، دائما فرحان. الوزن، الانسان اللي كيكون كيبغي ينقص من الوزن ديالو، والناس اللي كيبغوا يزيدوا في الوزن ديالهم عاوتاني كذلك في الجلسه ديال ليبنوز ديال التنويم المغناطيسي، اي كنديروا مع الجلسه ديال التنويم المغناطيسي كيولي الوزن ديالو اللي بغى هو، واش الوزن ديالو بغاه يطيح او اللي بغى الوزن ديالو يزيد يكبر، مع داك الشيء كيكون نفسي. فقدان الشهية، الانسان اللي ما كيبغيش ياكلو، كاين اللي ما كيبغيش ياكل البطاطس، كاين اللي ما كيبغيش ياكل الخضر، كاين اللي ما كيبغيش ياكل بزاف ديال الحوايج، هاد المسائل هادو كيولي الانسان كياكل اي حاجة، اي شخص عنده ايمن ديالو او لا العائلة او لا شي حاجة ما كيبغيش ياكل، ما كيبغيش ياكل، ما كياكل غير شي شوية كيشبع، يعني يدخل معايا الجلسة ديال التنويم المغناطيسي كتولي المهم الفوائد كتولي عنده، المهم كيولي ياكل مزيان، كيولي يبغي ياكل اي بزاف ديال الحوايج، كما غنقولو حنا بحال عطيتيه شي سير ولا عطيتيه داك اش كيسميوها كاع الحلبة، هذيك الحلبة ولا شي حاجه بحال عطيتيه داك الشيء. مع داك الشيء كيكون نفسي. زيادة الطاقة الداخلية، كاين الانسان اللي دائما عنده واحد الانرجي ضعيفة، كاين بزاف الناس كيبغيو يزيدوا الانرجي، لا من الحالة ديال الناس اللي كيتعلقوا بعلم الباراسيكولوجي، لا من الحالة ديال الناس اللي كيكونوا كيبغيو الانرجي تزادهم، دائما كيبغيو يحسوا بواحد الانرجي، بواحد الشعور فائق، هذيك كتدخل في الجلسة ديال التنويم المغناطيسي. الرجوع إلى الماضي، بزاف الناس كيبغيو يرجعوا للماضي ديالهم، يعيشوا الماضي، كتدخل في الجلسة ديال التنويم المغناطيسي كيرجع للماضي ديالو. المهم ترجع الماضي بزاف الناس غيتخربقوا فيها، المهم انا كنرجع بهم للماضي. اللي هو القضيه ديال الرجوع للماضي، انه الانسان كيمكن لي مثلا عنده في الماضي ديالو ما كان عنده شي مود باس نساه، هذا المود باس خصو يعقل عليه، يمكن يرجع للماضي ديالو كود بين، يمكن ترجع للماضي ديالو ورجع للكود بين. هادشي كنقول لكم انا اللي كنديرو، ماشي كنقول لكم الناس اللي تشنو مرض اسيد. الرجوع للماضي، الاسقاط النجمي، يمكن الانسان دخل في الاسقاط النجمي، يخرج الجسم الاثيري ديالو، المهم بحثوا على الاسقاط النجمي، راه داير فيديو ديال مدرب الاسقاط النجمي خرج من الجسد، راه يمكن ندخل الانسان في الاسقاط النجمي من عبر التنويم المغناطيسي. بزاف الناس ما كتجيبهمش الحياه ديالهم، دائما كيشوفوا الحياه انه لا شيء،
ولكن انا في حياتي الممارسه كنخلي الانسان انه يعيش الحياه ديالو تبان جميله جميله واحد الدرجه كبيره. بزاف الانسان كيمكن لي نخليه يعيش مغامرات، بزاف الانسان اللي ما عندوش الشجاعه كنخليه يوصل للشجاعه، بزاف ديال الناس كيبغيو ينساو شي واحد توفى ولا شي حاجه كيمكن لي نخليه انه ينسى فتره واحده، يمكن لي نخليه ان سميتو التفكير ديالو فيه يضعف شويه ما يبقاش بزاف بزاف بزاف. الانسان ما تبقى انت غتهبل غتفكر فيه. والفاشل اخوتي كذلك الفاشل عاوتاني، الانسان اللي كيكون دائما فاشل في حياته ما نخليهوش فاشل في حياته، دائما نخليو نزرع له ديك القوه عنده في الدماغ ديالو وفي الانرجي ديالو وفي الطاقه ديالو. المهم هادو هما المسائل اللي قلتهم، راه بزاف ديال الامراض، راه بزاف ديال الامراض. المهم شوف نتوما صيفطوا لي المهم في لي كومونتير على هذاك الشيء، واش شي حاجه ما قلتهاش، واش نقدر نعالجها ما نعالجهاش. وغادي نقول لكم كنت غادي نعالج الله يسخر، ما كنتش غادي نعالجها نقول لكم راه ما نعالجهاش. كنت غنقول لكم حتى ديروا التلفازه ولا شي حاجه. المهم ديك الساعه يبقى بيناتنا لي كومونتير، اولا اتصلوا بيا 0749669363، اولا دخل الباج ديالي في فيسبوك ديال هيبنوتيس 95. هادو هما المسائل اللي نقول لكم، وهاد المسائل هادي راه على حسب ما يمكنش نقول لك انا هادشي كامل ينجح ليا مع اي واحد. راه كاين الناس اللي سميتو، كاين الناس اللي قابل للايحاء، وكاين الناس اللي عندهم سميتو كما كنقولوا حنايا ان باش غيدخل لك ديك الحاله ديال التنويم ديال الدلتا كتكون الحاله صعيبه شويه. لذا المهم انا على حسب الواسط واش يمكن لي نوصلو لهذا الشيء كامل او لا ميمكنليش نوصلو، او لا يمكن نوصلو غير بواحد الدرجه قليله، او لا خصني مع اربعه جلسات خمسه سته. المهم هذا الشيء المهم هذا راه كنديرهم المهم انا مع اي واحد. من ناحيه بزاف ديال الناس ملي غنهضر على هذه المساله هذه اي واحد ما ذكرش علاج ولا شي حاجه خوتي المهم كيقولوا يكتب لي في الكومنت ولا يتصلوا بيا. شاركوا معنا المهم في القناه ديالنا في اليوتيوب، وان شاء الله المهم اي حاجه المهم اتصلوا بيا. والسلام عليكم.